لله يا محسنين، لله يا أهل القرية، الله يبعث لك. لله يا أهل الخير، لله يا قرويين. أخوك أنا ما فكيت ريقي لهسا، أبا لقيش معك قرشين يا زلمة. صرت حاكي لك 100 مرة ما معيش، من وين أجيب لك؟ أطبع لك؟ تفرج تفرج يا قروي، هذا هي انتخابات الـ18 قربت يا زلمة. حل عني. لله يا محسنين، لله يا أهل القرية، لله يا أهل الخير. لله، من مال الله يا أبو حسنين، من مال الله يا أهل الخير يا أهل القرية. بدهاش كل هالتفكير يا عمي. يعني بدو خذ رايك، أنت بدش روحي تنتخبي؟ ولو إيش ما روح، حقي لو إيش أفرط بيه؟ فرط بيه؟ والله ما نداري، يعني أفرط ولا ما أفرط؟ أنا خايف أنها تفرط روحي وارتاح من هالمعيش. أوف، كل هذا عشان الانتخابات؟ ولا داري. سلامتك يا عمي، الله يطول بعمرك يا عمي. يا ولدي هيك كذاب تسب علي؟ أنا بسب عليك؟ لا 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 لا، أنا ما بسبش عليك. أنا بقول يعني شايف أهل القرية بدهم يقولوا بكرة إذا أنت رحت انتخبتي وأنا ما رحت انتخبت، بقولوا القروية راحت انتخبت، والقروي الكبير صاحب المنصب المليح اللي بالقرية ما راحش انتخب. باي، كل هذا بها الثانية اللي شايف يا عمي. أنا ببرم كثير، أنا بريم إلا ولو أني صغير شوي كان طحت على الانتخابات، حضرت عليها. قديش أصغر؟ يعني يقولي بسنة وشهر. سنة وشهر؟ خمنت تقول أصغر بـ70 سنة. أنا هازد بسرير أبوك يا بنت الشرايط. بشيش؟ قم من قدامي، قم من قدامي، قم من قدامي. أشرب الشاي، أشرب الشاي يا عمي. الشاي انطميت انطميت. أيوه انطمي وقعدي. أنت ليش ما بدك تنتخب؟ لأنه ما في فايدة؟ عشان هيك القرية راح تظلها مكانك سر من أشكالك المصدقة. ضروري؟ هسع. والضيف؟ هسع موفق ضيف. مانيش فاضي، لو فاضي بقعد معك. اسبقيني وانا بلحق. وفق. بدي اياك بموضوع في فايده الي ولك. قوم هسه بفهمك بالطريق. يلا. انا المختار ويصير معي هيك؟ يا مختار ريحوك من تدقيق الجداول. ولك المختار، انا المفروض اكون الرئيس. هاي كل واحد بدير النار على قرص، وانت بتعرف لا تقرا ولا تكتب. شو؟ شو قصدك؟ شيحانك ما تجرع دكانه. حال عافية يا مختار. أهلين، بشوفك مصالهج ومكيف. ومش بس هيك، أنا مستغرب كمان. أها، والله أنك يا شيحان حزيرية وماشي على الوطاة. بق هالمحصة. أنا رئيس لجنة تدقيق الجداول. شو؟ ليش أنت؟ ليش مش جميلة؟ لأن عمينها بتعرف تقرأ وتكتب. أنا مليح. شفت يا زغلول؟
المليح بالقرية بصير رئيس لجنة. وقت طلق انت هالساعي مدير حملته للسيد رماح وموفق بتساعده. بس مفهوم مفهوم. بطلكم اجرب ايه للقرية. اكل حال بكرة ان شاء الله بشوفكم بقاعد فيني وبحليك. تسمع انهج. مع السلامة. جميلة. بدكو اشي قبل منهج؟ كيكا وقطر. شكرا شكرا ما بديش اشي. مع السلامة. شنعة جميلة. يا سيد ابو رداد تفضل. انا جاي عبالي اقصدر بالقرية، وشو رايك بنقصدر سوا؟ تفضل واجبك كبير. تفضل. يلا. قروي قروي يا ضي فز شو بيحب القرية دنق وباس وطاته. مش زي اهل القرية شوفوا حالهم علينا. بس يا فزة بدي وقفتك معي. اني كيف يعني؟ بدي تلمي الاصوات وكل صوت الحسبة الفلانية. يا باي وجيب لحمة واضرب. يا باي برنامج برنامج ابو لقمة. لقمة الست حلقت مطمة قطعت واضرب واضرب واضرب. ها هو الصندوق ملعون هالحرصة بلو فتحة من فوق تقول طاقة بجوز طاقة فرج. القروي بيقرب منه يوم اللي بده ينتخب ويكون حامل ورقته بإيده وبتسلبت. كيف بدنا نعرف إنه انتخب اللي بده إياه؟ ها؟ بتقول عيونه بتزورق إلي مزورقة ورجليه بترقص. أعزائي المشاهدين يسعد مساكم، ومثل ما وعدناكم اليوم عنا ريبورتاج كتير مهم مع أهل القرية عن موضوع الانتخابات. خلينا نشوف شو رأي أهل القرية في موضوع الانتخابات. فتابعوني. أعزائي المشاهدين هلا رح نلتقي بأول شخص من سكان القرية ونسأله عن رأيه في موضوع ستي ستي رح نطلع بالتلفزيون. سيدي احنا طالعين على التلفزيون وهلا رح ناخذ رأيك ونتعرف على اسمك. نعزل علينا يا نظر. نتعرف عليك. احمد اليوسف. احمد شو رأيك بموضوع الانتخابات الجديدة؟ سمعت انتخابات قريتنا الجديدة ولك يا نظمي القديمة شو صار فيها؟ ليش عفوا حضرتك مش من سكان القرية؟ قرية ولك قرية القرية القرية. لا ستي لا ستي أنا من سكان القرية بس خلطتي بيهم خفيفة. وين خلطتي بهذا نظمي؟ يعني أستاذ أنت مش ناوي تمارس حقك الانتخابي وتقلب صوتك؟ سمعت انتخاب ستي بقريتنا ما فيش صوت. أنا تبع تدوين بدون تدوين. بكل قريتنا ما فيش غير صوت نظمي حسه قوي. يعني أنت رح تعطي صوتك لأبو رداد ولا لمنافسينه؟ ولك اسمع جماعتك رداد وأبوه ما تجاوب. طيب أستاذ يعني أنا سألتك كل هالأسئلة صلي ساعة ومش عارف يا أستاذ أنت مش حابب تعطينا جواب يعني؟ ولك يا نظمي اللي حطيته على شعورها شعور بنات. يلا تأخرنا عليك مع السلامة. قال شعر بنات. قال وأنا شو جابني على هاي القرية؟ لك والله قلت لنا المخرج ما بدي بس دفعوا منيح. يا عيدي القرية بدها تظل رافعة راسها بانتخابات الـ18 بانتخابات المليون بدها تظل بهلها وناسها وبحبنا إلها وحبي لك. تعرفي شو نفسي؟ وشو؟ الانتخابات الجاية الـ19 نروح ننتخب مع بعض.
قروي غير قروي قويات. هيك مانيش عارفه شو احكي هسه. حبك بقلبي بخليني اقضب بوطاط القريه اكثر واكثر. بحبك. احكي اني بحبك. يا الله شو هالقريه هاي اللي ما فيها ناس. هيه اسمع في اثنين. تعال 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 الحقني بسرعه. مساء الخير اعزائي المشاهدين، وهلا رح نلتقي بناس جديده من اهل القريه ونسالهم عن رايهم في موضوع الانتخابات. نتعرف بحضرتك. زغلول. زغلول الغول. استاذ زغلول، شو رايك موضوع الانتخابات الجديده؟ شوف بخصوص موضوع الانتخابات، انا اللي بشوفه انه احق واحد فيها المختار. ليش؟ لانه زلمه حقاني. اذا بطلب زياده بالراتب بعطيني، اذا بدي اطلع مشوار بقول له روح. هذا الزلمه يعني قد ما هو حقاني والانسانيه عنده عظيمه. شوفي، كيلو الرز عندنا 15 قرش، سكر من شعد الناس يحدي، كل اهالي القريه اسمائهم مسجله على الدفتر، واحيانا ما باخذ منهم ما باخذ منهم. وهذا الزلمه مهتم بالدكان، الدكان عندنا ضغط على الزيت، وفي ضغط على الحلاوه وعلى البيض، واحنا الدكان الوحيده اللي فيها فيصليه وقضامه. يعني عفوا استاذ زغلول، شو دخل موضوع الدكانه موضوعنا المهم الانتخابات؟ الا الها دخل. يعني تخيلي القريه ما فيها دكانه، بزبط بزبطش. عشان هيك لان الدكانه يدخلها كل فئات المجتمع، الكبير والصغير، وتدخلها جميله، وبحب اسلم عليها جميله واقول لها، وتفوت عليها امي، وتفوت عليها امك، وتفوت كل فئات المجتمع تفوت على الدكان. لهذا انصح كل اخوان المشاهدين والمستمعين لا تفكر ولا تحتار، لا تنتخب غير المختار. والسؤال اللي بيطرح نفسه استاذ زغلول، المختار نازل على الانتخابات؟ لا، بس انا بحبه. شكرا شكرا. هو اعزائي المشاهدين، نرجع ناخذ راي ثاني من راي سكان القريه ورايهم في موضوع الانتخابات. تعرفنا على اسمك. شو حكى؟ اسمه بلغته. تعرفنا على اسمك؟ امره. شو ماله شو ماله؟ اخرس اخرس بيحكيش. وليش ما حكيت لي من الاول؟ فجاه. استاذ شكرا. أنا عارف. اسمعي، بنصحك تسألي نفس الأسئلة لأنه راح يعضك. أستاذ شو رأيك في موضوع الانتخابات؟ شو حكى؟ عدي أب 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 أب. شكرا شكرا شكرا، يعطيكم ألف عافية. شكرا 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 على رأيكم في الموضوع. موفق 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 موفق. اتركها يا اخي، مش مهمه مش مهمه. المهم انك صدمتني. هذا بيانك؟ هذا بيانك الانتخابي؟ اسمع، انت اذا بتنزل على الانتخابات انا راح اصوت لك. انت شاطر. النظارات هاي، النظارات هاي مش اسمه. تعال. مساء الخير استاذ. عدول. تعرفنا على اسمك وتعطينا رايك في موضوع الانتخابات الجديده للقريه. انت نعلي جابر، قريه شوربة. شو ماله هاد؟ عليش عليش بتضحكوا بتتصونوا عليش؟ هامكو مش هامكو هذا الحكي؟ قروي مثل بقول شهوه الانتخابات، وبعدين طفران ما معوش اللي طعم ولاده. يا جماعة الخير، وشو هالمحطات هاي؟ يا جماعة الخير، انتو ثقفوا الناس، علموهم، ساعدوهم مشان يقدروا ينتخبوا. كيف واحد جوعان وطفران بده يروح ينتخب؟ كيف؟ وانتم تصهونوا. ولا عليك وعلى. وانت يا محطة عمرني ما بشوفك ولا بدي اطلع عليك ولا بدي اشوف خليقتك انت. يعني بدك ما تواخذني سيد رماح؟ هسه بدك تقنعني انت وغيرك هذول اللي بدهم يترشحوا انكم بتقدروا تغيروا
من أحوال القرية والقرويين؟ أكيد لكل مرشح مننا بي عنده برنامج بده يمشي عليه وبده يبذل مجهود كبير منشان برنامجه، وأني وأعوذ بالله من كلمة أني أبديش أحكي لك إني بدي أحقق معجزة. هضاني وهذا أنت سيد رماح إذا بجد جديد على القرية والقرويين. أني بقول غير هالحكي، انتخابات الثمنتعش بدأ تكون نزيهة ونتائجها واقعية، المهم ما بيكون لفة ودورة، بدنا الناخب يكون ضميره حي وأبوي راح ما يروح بيها. أني بلومة بلقمة، هجج رماح من القرية كلياتها وضيع علينا الفائدة. موفق راح عند خاله نهار، بده يضل عنده شهر ويومين مطنقر. بتعرف يا جميلة بيش بفكر؟ أرشح حالي، فكرك ألغي؟ خلنا ننزلك بهالكرسي اللي بتطلع لفوق بتنقص على رقبته، إلا الرضا مليح بالطقطقي. أني لو مطرحك برشح حالي للانتخابات، هي القرية بدها تلاقي خير منك. زغلول جدي ما بضحك عتيس. الله يسامحك، هساني جدي؟ ها زعلت على جدي وما زعلتش عتيس. ولك يا اخوه انتخابات الثمنتعش مش لي. ولا لمين لعاد؟ بدك تعرف لمين؟ اذا بتعرفني بقولش لا. هاي بدها واحد زي حكاية ابوي، قروي اصيل وعنده ضمير وبيخاف الله. بدي اقول لكم يا عمي ما تزروش علي اني اروح انتخب. انا كل سنه من يوم ما وعيت على هالدنيا واني بروح كل سنه بكتب هالورقه وبحطها بالصندوق، بدبها بالصندوق وبقول ان شاء الله ان شاء الله يا رب يصير في تغيير، ان شاء الله يا رب يصير في تقدم، ان شاء الله يصير في اشي. يا عمي ما بيش اشي، كل سنه هم وزي ما بيعملوا هالله بيعملوا هذول. يا عمي انا ظليت انتخب لغايه ال 17، اما بسنه ال 18 ابديش اروح. لا يا عمي وان شاء الله لل 45. ابس 145 مليح خليها 150. 150 يعني. يا عمي اهل القريه بدهم اللي ياخذ بيدهم لعمه، بده قفه عيون، والفقير بده لقمه الخبز. بتحكي مضبوط يا هزه، بتحكي مضبوط. وبين وبينك القرويين بطلوا يقدروا يتحملوا التعن فاطسهم، وبعدين الانتخابات بفعلها مش بكثرتها. We'll be right back.